هو ملتقى للنساء السوريات بتورونتو، هو مساحة دافئة نلتقي فيها كسيدات سوريات. نحن بكندا ثالث كرة الحنين. تأسيس هذا الكورال بالدرجة الأولى هو إحياء التراث السوري، الهوية السورية، الحفظ العادات والتقاليد من خلال تواصلنا جمعتنا مع بعض، وكمان يعني تمكين المرأة من خلال الموسيقى. وإن شافك ولي فرح قل له أنا المجروح، قل له ولي فرح. عم نعرض أغاني من مختلف المدن السورية ابتداء من الجنوب حتى الشمال، فعم نمرق مثل كأنه نحن برحلة. بداية نقدم لبعضنا الدعم النفسي والمعنوي لنكسر حدة الغربة بالمجتمع الجديد بالبلد الجديد اللي استضافنا، وأغلبنا طبعاً لجأ لهي لكندا بعد الحرب السورية، فنحن بحاجة ماسة إنه نتجمع لندعم بعض نفسياً ومعنوياً ولنوصل صوتنا للمجتمع اللي استضافنا، ولنقول إنه نحن جينا من بلد غني فكريا وثقافيا وإبداعيا وموسيقيا، وقادرين أنه نحن نوصل رسالتنا عن طريق أغانينا التراثية بكل حب. كورال الحنين بدأ بال 2015 بغازي عنتاب، أسسته حبيبتنا رجاء بنوت الله يرحمها، فانتشر وصار في 11 كورال حنين بدول العالم. يمكن نحن ما بنملك خامة الصوت المثلى، وإنما بنملك الحنين اللي ممكن نأثر فيه على المستمعين. دوري كان ودور داعم لزوجتي رحف اللي هي أسست الكورال، وبما أني كنت يعني عازف وأنا كنت العازف الوحيد مع كورال الحنين بالبداية أول ما بلش، فكنت أنا أدير الريهيرسلز يعني التدريبات وأعزف معهم وأشتغل على مع المدربين يعني بشكل أساسي.